السلام عليكم.
Non, non, moi je suis la cachette. Tu viens de moi. Ça, je me souviens de toi, je vois ton bazar. Bien sûr, avec ton bazar. حميد الخلف ها فطر نسيت كعبوشه دور حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها
أنت القلب نقشا سرت في اليم منار بادر الأخيار منا نفضوا عنا الغبار أوقدوا في الليل شمعا فبدا وجه النهار عزفوا للقلب لحنا باين الجسم بوار أوصلوا الجسر المدلى أنتج الفعل عمار دشنوا في الفضل سبقا زرعوا القفر خضار فعلهم زاه تجلى في نعيم قد أنار بذلوا دون جزاء هكذا طبع الكبار. بارك الله في شاعرنا. ما أبرك هذه الثانوية وما أسعدنا بها فقد جمعت إليها وجوها لها أثرها في الحياة العملية، من إدارة جسدت المثال في التسيير إلى رقبة تحرص على الصالح العام، إلى أساتذة ترقوا في مصافي التربية فكانوا القدوة العملية المجسدة، وكانت ثمارها طلبة تخرجوا من رحاب خيرها، وها هنا نلحظهم فيهم الأساتذة والمعلمون والمهندسون والقضاة والمحامون والموثقون ورجال الأعمال والإداريون البارزون والكتاب. ما من موضع في مدينتنا إلا وهو موسوما بآثارها. الرحمن الرحيم. سيدي الفاضل الشيخ فروخي، أيها الإخوة والزملاء، استسمح الجميع إذا تطفلت وأخذت الكلمة ولست مؤهلا لذلك، لأن كلمتي هذه موجزة ولا تفي بالغرض المطلوب، أي لا تعطي صورة كاملة وافية للمسير الأول لأول ثانوية في ولاية الفتية في السنة 74-75. كلفت من طرف الإدارة باستقبال تلاميذ السنة الأولى ثانوي في أقسام ابتدائية بمدرسة السعادات، وهذا ريثما يعين مديرا للثانوية الجديدة. سلمت له القليل من الوثائق وقلت له الآن سألتحق بمنصب الأصلي. قال لي لما أنت مستعجل، ابقى معي أيام معدودة، لم أندم على قيامي بهذه التجربة التي أعتبرها تجربة تكوينية مع موظف له خبرة في تسيير المؤسسات التربوية. وإذا أردت إيجاد عنوانا لهذه الكلمة لا أخطأت الوفاء والعرفان لرجل أسس إدارة مؤسسة في صعوبات كثيرة. وبالملاحظة اكتشفت في هذه الأيام القليلة التي عملت مع أستاذنا الفاضل صفات ونواقف وقيم وتصرفات المسير الملم بجميع النشاطات التي لا بد أن يقوم بها مدير المؤسسة التربوية في جميع المجالات، المجال البداغوجي، التربوي الثقافي، في العمل الصغار والكبار. لا داعي لشرح هذا الشعار لأنكم أيها الإخوة الطلبة لاحظتموه دون شك في الحياة اليومية في المؤسسة، ويترتب على الكفاءة، على القدرة، على إيجاد على على على
الجزء السير أي العدل أي النشاط احتياج لا بد من اكتسابها ويتميز البستان الفارغ بأهلية من أهليات التالية: أهلية اكتشاف حالات التسيير وتحليلها وإيجاد الحلول وإيجاد الحلول لها، أهلية المبادرة.